أربعة أشواط انتهت بالفوز وبالنواميس وبالتحدي والأعداد الهائلة الكبيرة الحقيقة. وهذه هي انطلاقة أخرى، انطلاقة الشوط الخامس في مجموعة أشواط صباح هذا اليوم المخصص لفئة الجعادين على البركة. سيارة رصدت للفائز بالمركز الأول بالإضافة إلى التسعيرة المتميزة بالإضافة إلى الناموس الذي يبحث عنه كل مشارك في هذه المسيرة. إذن أعداد هائلة تشاركنا، 53 اسم لامع يشارك في هذا الشوط. الحق بمقدمة الشوط وأفتتح الإذاعة بهناك صياح في مقدمة هذا الشوط المملوك للسيد سعيد بن سويد مع المقدمة في هذه اللحظات. انتقل إلى المركز الثاني. المركز الثاني أيها الأخوة، هناك شاهين للخير السوداني على المركز الثاني، ولكن التسلل من الجهة الأخرى. هناك شاهين أيضا، مبارك بن علي بن غابش الوهيبي على المركز الثاني. الآن ثالث المراكز أصبح من نصيب سالم بن سعيد بن هاشل العامري على المركز الآن الرابع. خامسا وصول من قبل رصيد، وإن شاء الله رصيده النواميس، راشد بن إبراهيم مع المركز الآن الخامس. النداء الأول أيها الأخوة للخمسة الأسماء المتقدمة. الله المصدارة، أعود عند القوة والتغييرات. هناك سالم بن سعيد بن هاشل العامري على مقدمة الشوط، ومن الجهة الأخرى شاهين آخر أيضا على المركز الثاني، مبارك بن علي بن غابش الوهيبي، طيب قدم من سلطنة عمان الشقيقة. بينما على المركز الثالث هنا الوصول والتميز أيضا من قبل صياح وسعيد بن سويد مع المركز الآن الثالث ورابع المراكز الوصول، محمد بن أحمد المزروعي مع المركز الآن الرابع. بينما التسلل من الجهة الأخرى أحمد بن خميس بن صويلح، الله يا هذا الاسم، باحثا عن السيارة الأخرى مع التميز ومع الفوز والنواميس بعد الشوط الأول الرئيسي والشوط الشاهينية. أعود إلى المقدمة، أعود إلى شاهين والشاهينية. هذا هو شاهين مع المركز الأول، مع الصدارة والكادر الأعلى والقوة والإثارة مع شاهين. هناك أحمد بن خميس بن صويلح الهاملي، ضيف قدم من المنطقة الغربية، فأهلا في ميدان الوثبة. بينما على المركز الثاني، بينما هناك الوصل، راشد بن حمد بالزفنة العفاري وشعار الدكتور أيضا متواجد. بينما على المركز الثالث هناك شاهين عبد الله بن سهيل بن نصيب العفاري على المركز الثالث ورابعا الوصول من الجهة الأخرى. الله 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 الله، حمد بن مطير، حمد بن مطر بن عميرة الشامسي على المركز الرابع. خامس الأسماء القوة والإثارة أيضا من قبل ضاري محمد بن خادم المنصوري والكيلو المتر النهائي. السيارة تلمع والمفتاح ينتظر، سعيد الحظ يا سلام، وبن عميرة على المقدمة. بن عميرة الله يا الشامسي، روح مع المقدمة، روح مع القيادة، مع هذا السيل الجارف، مع هذه الأسماء العملاقة في مقدمة هذا الشوط. هذا هو واصل بكل قوة. هنا مدلل حمد بن مطر بن عميرة الشامسي على المركز الأول. هنا أيضا وصول من قبل شاهين أحمد بن خميس بن صويلح الهاملي على المركز الثاني. الوصول والتميز أيضا من قبل شاهين أحمد بن محمد بن مصر بالقوبع المنصوري مع المركز الآن الثالث ورابع المراكز. الأسماء القادمة والأسماء العملاقة، صالح بن علي المري، وهناك محمد بن يمع بن كلثم الخيلي، وهناك الأسماء العملاقة والكثير والكثير. ولكن المنصوري مع الخمسمائة متر، انتصر المنصوري مع الخمسمائة متر الأخيرة. الله 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 الله، هنا شاهين وهناك أيضا شاهين وهناك أيضا مدلل. السلام وين؟ يبدو أن مدلل ما يخلي الأمور إلا الصالحة. مدلل والعين دار الزين، تنتظر السعادة والسعادة أتت للعين. ولك يا الشمس على هذا الفوز، السيارة الصباحية. الله 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 الله، هذا هو مدلل، والدلل يا مدلل، السيارة لك يا الشامسي. هذه لحظات الوصول، حمد بن مطر بن عميرة الشامسي، والميتين
حمد بن مطر بن حمد الشامسي مع الفوز، ومعنا مستهننا على هذه اللحظات السعيدة الحقيقة الصباحية في هذا الشوط المتميز. هذه لحظات الوصول والثانية لحمد بن مطر الشامسي على فوز مدلل بالمركز الأول. المركز الثاني شاهين أحمد بن محمد بن مسفر بالقوبة. على المركز الثالث هناك الوصل لراشد بن حمد بن زفنة العفاري، رابعا أحمد بن خميس بن صويلح الهاملي، وخامس المراكز صالح بن علي المري. إذن هكذا هي القصة الحقيقية المتنافسة على الأسماء الخمسة الأولى. أجواء تنافسية رائعة حقيقة، ولكن سعيد الحظ هو مالك مدلل. تهنيتنا للسيد حمد بن مطر الشامسي على فوز مدلل بالمركز الأول. أنا بانتظار التوقيت الزمني من مسافة 3 الكيلو المترات. هذه لحظات الإعادة الرائعة من مخرجنا المتميز دائما وأبدا. 4:45 ستة أجزاء توقيت مدلل حمد بن مطر الشامسي. تهانينا والناموس حمد بن مطر بن حمد الشامسي مالك مدلل، بينما على المركز الثاني أيضا قدم لنا عرض رائع يشكر عليه وصول من قبل شاهين أحمد بن محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري. 4:46:09 بينما المركز الثالث راشد بن حمد الدكتور راشد بن حمد بالزفن العفاري، وتوقيت الزمني هو 4:49:01. هذا هو الوصل، وصل ثالث المراكز. هذه هي القصة الحقيقية التي انتهت لصالح مدلل. شوط آخر وأشواط السيارات تنتهي، ولكن سيارات أخرى، هناك سيارتين رصدت لأصحاب لأفضل توقيت في